Yes, Nasarawa. Mijiri mijiri, salamu alaikum an tambaye shi sunayen alqur'ani ya kawo guda hudu ko guda uku ya kawo suna ashifa daga ciki to wani kalibi ya turo cewa ashifa bai daga cikin sunan alqur'ani wannan wani kananan littattafai ne suka zabi sunaye guda hudu suka ce su ne kawai sunaye amma ko wasu littattafai da suka kawo sunaye da yawa imamu suyudi ya kawo a littafin sana'ar itqan ya kawo sunaye wajen 50 da wani abu a ciki na hudu ya ce shine shifa kuma ya kafa da Allah wa nazilu min alqur'ani ma huwa shifa ba bai ta ayyuhi da wani littafi ba in dai an ambata wani malami ya ambaci su abu to ya dalibi ya kawo shi na makarba wannan shi da haka ba su sani wallahi فاعلموا
كذلك نقص عليك من أنباء
فقد استبق وقد آتيناك من لدنك ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون فيه نحن أعلم بما يقولون به يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا فيذرها قاعا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا Amen.
شديد العقاب بالقول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب فبما رحمة من الله لنت لهم كلمة لنت لهم فهل لهم أخلاق طريقة عليهم لا خير في كثير من نجواهم ما يتراجع به الناس ويتحدثون تبدأون فشكرونا وتنحلون إن هذا ما
فيه تبتغون أي تشكون وتجحدون وماذا؟ تشكون وماذا؟ وتجحدون تجحدون ما بحسن فيه تجادلون وتمرون وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون ليوحدوني في العبادة نعم ليوحدوني لا بأس ليعرفوني وليخضعوني لا بأس فقبي على قلوبهم فهم لا يفقهون كانوا يفقهون لا يفهمون نعم لا يعقلون ولا يفهمون فقبي على قلوبهم فهم لا يفقهون لا يشعرون ولا يفهمون ولا يعقلون أن تأتي بألمان المراد هنا المعنى المراد في هذه الآية فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون أي لا يعرفون حقيقة الإيمان لا يعرفون حقيقة الإيمان ليس لا يفهمون فلما رأوها قالوا إنا لضالون كلمة لضالون أي لضالون ماذا؟ فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون أي لضالون الطريق ومهذه جنتنا تعجبا منها السؤال الأخير ما هو القول الفصل في تعريف المكي والمدني من القرآن الكريم؟ القول الفصل المكي نعم المكية نعم الآيات السور التي نزلت قبل الهجرة نعم والتي نعم وإن كان في غير مكة يكون الأبد نعم يسألون نعم والتي نزلت قبل الهجرة عن بعد الهجرة وإن كان مكتوبها في مكان وإن كان مكتوبها يكون مدينة.